في كل زيارة لمنطقة الفسطاط بتساءل دايماً عن السر اللي خلى الفسطاط بالذات بهذه الأهمية على مدى تاريخ مصر القديم والحديث. منطقة عجيبة بتتجمع عندها كل حضارات مصر، وفي كل مكان فيها قطعة من التاريخ، ولهذا السبب الفسطاط هي المنطقة الوحيدة اللي أطلق المصريون عليها اسم مصر، ولغاية النهاردة بنسميها مصر القديمة. السنة اللي فاتت كانت الفسطاط قبلة لأنظار العالم، وكتبت اسمها مرة أخرى في التاريخ، وأصبحت على خريطة السياحة العالمية بعد ما أقيم فيها متحف الحضارة الرائع اللي بيضم ملامح من كل الحضارات اللي عدت على مصر، من الفرعونية والإغريقية والرومانية إلى فترات حكم الطولونيين والفاطميين والمماليك وحتى أسرة محمد علي. النهاردة وإحنا جايين المتحف كان شغلني سؤال مهم: ليه تم اختيار الفسطاط بالذات عشان تكون المستقر الأخير لأعظم ملوك مصر القديمة؟ وليه متحف بهذه الأهمية العالمية يكون في هذا المكان؟ أسئلة تانية كتير هتكون في حديثنا النهاردة من مصر القديمة من الفسطاط، مع المسؤول الأول عن هذا المتحف الدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية. هو وجه معروف على المستوى الدولي، كان مستشار ثقافي لمصر في ألمانيا والنمسا، ومستشار للعديد من المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي، وهو في الأساس خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دكتور أحمد غنيم، سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة، وسعداء بوجودنا في هذا المكان الجميل. يعني نورتونا يا فندم. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا عايزة أبتدي من اسم هذا المكان، اسمه المتحف القومي للحضارة المصرية، أو اختصارا متحف الحضارة. يعني من أين جاء هذا الاسم أو تلك التسمية؟ يعني الحقيقة الفكرة كانت وليدة دكتور فاروق حسني، كانت الفكرة إن يبقى في متحف مختلف. تعودنا دائما في مصر إن المتحف بيكون مختص يا إما بالحقبة الفرعونية يا إما بيكون متحف نوعي، ولكن إن يبقى فيه متحف بيجمع ما بين كل الحقبات المختلفة اللي مرت بيها الحضارة المصرية دي كانت الفكرة الأساسية لي. وبالتالي كان الفكرة إن هو يكون اسمه متحف الحضارة، وهي حضارة واحدة وليس حضارات متعددة، هي حضارة مصر على مختلف العصور المختلفة. وبالتالي كانت الفكرة من هنا، بدأت في الثمانينات من القرن الماضي. وكان موجود فيها اليونسكو 1982، وطرحت مسابقة عالمية لتصميم هذا المكان، وكان المكان المخصص الأول له في جزيرة، منطقة مكان الجزيرة. دار الأوبرا. ثم حدثت تغيرات وبقى هناك دار الأوبرا، وكان الاختيار في الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية. وبدأت الفكرة تأخذ الشكل الطبيعي بتاعها، والمسابقة العالمية لإنشاء وتصميم هذا المكان فاز بيها استشاري مصري اسمه الدكتور الغزالي كسيبة، وهو بالتعاون بعد كده مع مجموعة من الاستشاريين على مستوى مختلف دول العالم، وخاصة جزء منها كان من اليابان، تم إنشاء هذا المتحف العظيم اللي احنا فيه. يعني ممكن نقول هنا أن المسألة بدأت من زمان، يعني من 1882 كان هناك يعني لجوء لليونسكو حتى يعني تتبنى هذا الموضوع، وكان مع متحف النوبة. تمام. من هنا كان إنشاء ما يسمى صندوق إنقاذ أثار النوبة، وكان التمويل جزئي، وهدفه متحف قومي للحضارة بالإضافة إلى متحف النوبة. والهدف كان في فكرة الحملة الدولية للحفاظ على أثار النوبة، فبالتالي دخل هذا المشروع، مشروع متحف قومي للحضارة، تحت إطار هذه المظلة. وإن كان تمويل أغلبيته جاي من الحكومة المصرية، حوالي 2 مليار فعلا لغاية دلوقتي اللي مصروف على الإنشاءات، إحنا بنتكلم في حد أدنى 2 مليار جنيه مصري، مبلغ كبير جدا. مبلغ كبير،
وتعرض لكثير من العثرات المالية والسياسية نتيجة الأحداث اللي احنا مرينا بيها. ولكن حجر الأساس كان في 2002 وبدأ بعد كده التطور بتاع إنشاء هذا المكان. يعني تم اختيار هذا المكان لماذا؟ يعني نقلنا من منطقة الجزيرة في القاهرة وسط القاهرة إلى هنا لماذا؟ الفكرة كانت الفسطاط وأول عاصمة لمصر الإسلامية، وكان بدأ مع وضع حجر الأساس والانتقال كان فكرة ملامح فكرة تطوير هذه المنطقة بدأت تبان، ما كانتش موجودة زي ما هي ما شايفينها احنا دلوقتي من تطوير بحيرة عين الحياة والمنطقة اللي حواليها. الفكرة الأساسية إن إحياء هذه المنطقة مرة أخرى. يمكن حضرتك والناس المشاهدين كلهم يعلموا أن هذا المكان كان من الصعب مختلف تماماً حدث هذا الاختلاف، وفي استمرارية إن شاء الله له، كما أعلن دولة رئيس الوزراء أن في مشروع أكبر لتطوير هذه المنطقة. طب دكتور أحمد ونيم، يعني وجود هذا المتحف اللي أنا الحقيقة شايفة النهاردة وقبل كده زرته أكتر من مرة، يعني دائماً هناك زوار له، يعني ده برضو بيخلينا نقول ليس فقط المتحف، ما حول المتحف ماذا ستفعلون به؟ خلينا نقول يعني احنا في منطقة يعني شبه أثرية، يعني المتحف في منطقة مش بس أثرية ولكن في كثير من الأنشطة المرتبطة، يعني درب 17 حوالينا، مدينة الفخار حوالينا، ففي نوع من في كنائس، في كنائس وفي معبد يهودي، ده اكيد طبعا بن عزرا الاسلامي وكنيسه المعلقه ومسجد عمرو بن العاص، كل هذا الكلام حوالينا مما بيعطيها رونق واحساس خاص بالاثار، وبالتالي حتى اغلبيه الافواج السياحيه اللي بتجي لنا بتبقى واخده المنطقه في كذا حاجه، مش بس المتحف القومي للحضاره، لا بتروح ايضا لكل المناطق الأثرية اللي حوالينا. بالإضافة إلى كده إحياء التراث من سواء مدينة الفخار اللي حوالينا أو درب 17 أو كمية الأشياء التراثية ورش اللي بتقوم بهذه الحرف اللي اندثرت، ده شيء بيسعدنا، وإحنا بنحاول ندمج هذا الكلام في المتحف. عادة كل أسبوع بيبقى عندنا ورشة عمل لإحدى هذه الحرف، يعني مرة عن الفن الخط العربي، مرة عن الخط الهيروغليفي، مرة عن صناعة الخوص، مرة عن صناعة التلي، بقينا نجيب ناس من سوهاج وناس من مختلف المحافظات مجرد يوروا الزائرين للمتحف كيف يتم هذه الحرفة. وعندنا زي ما حضرتك شفتي جنب بيت الهدايا في حد قاعد بالصناعة أو حرفة تسمى التكفيت، ألا وهي الكتابة عن النحاس ودق النحاس عليه. فبنحاول إن هذا المكان يبقى منارة ثقافية تراثية حضارية، بنحاول ندمجهم في تحت مظلة واحدة ألا هي مظلة المتحف. أنا الحقيقة بسأل حضرتك هذا السؤال عشان يعني زي ما بنشوف في أماكن كثيرة من العالم، هو مبقاش مجرد متحف موجود في مكان ما، لكن بيبقى حوله محيط من الأنشطة الأثرية والفنية والسياحية إلى آخره، فبالتالي ده هيبقى شيء جميل جدا لو يعني حققنا هذا. هو حقيقة الأمر ينقسم شقين، الشق الأول حوالينا واللي احنا لمسناه في الفترة الأخيرة إن في تعاون من كل الهيئات والجهات اللي حوالينا، ودي حقيقة أنا مش بقول شكر، حتى وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة في تعاون، أي شكوى بنقولها، أي ملحوظة بنقولها بيتعاونوا فيها. ولكن أيضاً وزارة الثقافة يوجد جنبنا زي أقدر أقول منارة للحرف، وكان لسه عندي من يومين رئيس هيئة التنمية الثقافية، بنشوف إيه اللي ممكن نتعاون فيه مع بعض، سواء في الأنشطة الحرفية اللي هم عندهم بيقوموا بيها، أو فيما يتعلق ببعض الأنشطة الخاصة بالفن الموازي أو اللي بيعكس التراث المصري. فده الحقيقة في تعاون دائم معهم في هذا، وده مرتبط باللي حوالينا. بنحاول أيضا إن احنا يبقى في ارتباط وتواصل مجتمعي مع المواطنين ومع المدارس ودور الأيتام، إن احنا يبقى في بأي وسيلة
بندعوهم، لان احنا هنا بقى ده الشق الثاني بنقوم ببعض الانشطه داخل المتحف. يعني فيما يتعلق بالاطفال، وده برضو بالتعاون مع مسرح القاهره العرايس ووزاره الثقافه، عملنا للاطفال الليله الكبيره ورحله الزمن الجميل. واما جينا ندعو، كان جزء من تفكيرنا ان سكان المنطقه اللي حوالينا يبقى ليهم نصيب ان هم يحضروا معانا بعض هذه العروض اللي احنا ما كناش بنقدمها بتذاكر. الجزء الثاني ان كثير من الحرف، مش هقول بقى اللي هي مؤسسيه تبع مدينة الفخار أو تبع وزارة الثقافة، لكن الناس نفسها الحرفيين نفسهم بتاعوا الفخار أو كده بندعوهم وبيقوموا بتقديم فنهم وعملهم وسط الجمهور. هل بيبيعوا؟ يعني الحقيقة بسأل عشان يعني أتمنى أنه السكان المحيطين بهذه المنطقة يعني يساهموا في هذا الرواج للمتحف، يعني يكونوا ممكن يبيعوا مثلاً حاجات فخارية، ممكن حاجات يعني منتجات زي ما بنشوف حول أي متحف في العالم. يعني وأنا بخرج أنا بشتري حاجة. بالضبط، إحنا بنحاول نقنن هذا الشكل، ما يبقاش بشكل عشوائي أن يبقى فيه كويس. نوع من فبيبقى ده من خلال معارض معينة يقدروا يقوموا بيها، لان غير كده هنلاقي نوع من بعض الاشياء اللي ممكن تضايق الزائرين او خلافه. فيا اما بيقوموا بورش العمل دي، واللي عايز بعد كده يتواصل مع صاحب الشأن بيبقى فيه كارت بتاعه وعنوانه وتليفونه يتواصل معاه، يا اما بيبقى من خلال معارض، وهذه المعارض برضو بتبقى العرض منتجاتهم والترويج ليها. اما امر البيع فلان عندنا كمان بيت الهدايا، فده بيبقى من خلال بيت الهدايا والتعاقد مع هؤلاء الأشخاص أو الهيئات أو الكيانات يقدر يوم يتعاقدوا معاه. وزي ما بقول لحضرتك التكفيت اللي موجود هو واحد من الناس الحرفيين الأساسيين اللي بيندثروا اللي موجود فيها، يعني هو لا يعمل لدى بيت الهدايا ولكنه هو حرفي أساسي وقاعد بره بيدق، وده من خلال هذه النوع من الشراكة عشان يبقى ليها ده شيء جميل فعلا وشكل مناسب. يعني إحساس الناس إنهم جزء من هذا الصرح الكبير. طيب الدكتور أحمد غنيم، يعني طبعا كلنا فاكرين شيء جميل جدا 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 وهو موكب المومويات حتى وصولها إلى هنا، هل ساهم عالميا في شهرة هذا المكان؟ خليني أقول لحضرتك بمنتهى الصراحة، قبل ما نفتح أنا كنت الآن تماما على كيفية الترويج لهذا المكان، وكنت قاعد بحسبها من ناحية التمويل والحملة الإعلانية وتشريف فخامة الرئيس ونقل الحدث على أكثر من 62 قناة عالمية، وتوقيت هذا الحدث إن هو يوم سبت الساعة 7، فده مناسب لأوروبا وأمريكا في نفس الوقت، وصادف ايضا ان هي في فتره الاغلاق اللي كنا عايشين فيها، خلى الحمله اللي تمت لم اكن احلم بيها تتم من خلال هذا الموكب ونقله على شاشات التلفاز في كل دول العالم في هذا التوقيت. انا جالي رسائل من دول انا لم اكن اتخيل انها تشوفها، زي البرازيل، لا مش متعودين في مصر على سياحه من امريكا الجنوبيه، من اسيا. فده يدل ان الحمد لله حصل الترويج وحصل الاعلان عن افتتاح هذا المكان من خلال حدث واحد تم من قبل الدوله المصريه وعلى راسها فخامه الرئيس. التحدي اللي كان بيواجهنا كيف نثبت للعالم وللمصريين ان احنا مش بس الافتتاح كان مبهر ولكن الاداء بعد كده هنقدر نستمر بيه، وده التحدي اللي بيواجهنا لغايه يومنا هذا. طيب بعد عده اشهر من هذا الموكب وهذا الافتتاح الكبير، كيف ترى الحال؟ اقول لحضرتك على حاجه، النجاح يقاس بمعيارين، يا اما هقيس بانا كنت فين ووصلت لفين، يا اما هقيس بمدى وصولنا للاحلام اللي احنا عايزينها. فبالمعيار الاول اللي هو احنا كنا فين وبقينا فين، لا اعتقد ان احنا سواء بحجم الايرادات او باعداد الزائرين او بالتعليقات اللي بسمعها من الناس، احنا الحمد لله في تقدم مستمر. كل الاشهر اللي عدينا بيها من ابريل اللي فات لغايه دلوقتي كان عدد الزائرين والايراد في زياده مستمره. حصل نقصان شديد
في شهر يناير، وده له أسبابه، انتشار أوميكرون، البرد القارس، امتحانات الأولاد في المدارس، ولكن عودة كانت بقوة في فبراير، ودي ما كناش متوقعينها، كنا متوقعين الجو مستمر، لكن أجازة نصف العام. النقطة الثانية إن المتحف زائرينه من كل دول العالم، وده اللي أنا بشوفه، يعني لم أكن أتخيل إن السائح العربي يكون عنده هذا الإقبال. العربي من بعض الدول اللي هي مقيمة في مصر زي اليمن وزي السودان، في سياح كتير منهم. النقطة الثانية دول آسيا ودول أمريكا اللاتينية، لم أكن أتخيل تاني إن في سياحة قوية، فده عندنا نسبة قوية من السائحين. وبالنسبة للمصريين أنا مش قادر أحدد أقول شريحة معينة، لأن سواء كانت فئة اجتماعية أو عمرية، جميع الفئات وبتجيلنا تزور المتحف، وده شيء بيسعدنا. من قبل الهوى أو قبل التسجيل كنت بكلم مع حضرتك على زيارات المدارس والجامعات، وده شيء مسبب لنا تحدي إن احنا نقدر نوفر لهم الخدمة، والزائر التاني الخدمة، الزائر العادي إنه يشوف الخدمة على مستوى عالي، ونقدر نلبي طلبات الشغف اللي موجود لدى هؤلاء الطلبة والتلاميذ إن هم يستمتعوا بزيارتهم. هل بيأتي زوار من محافظات أخرى؟ جميع محافظات مصر بيجي لنا منها زوار، وده بيتاني بيسبب علينا ضغط، لان ساعات بيبقى المتحف زحمه قوي، وبالتالي بنحاول ان احنا ندخلهم بشكل منظم علشان ما يحصلش تكدس في ظل الكوفيد او الاجراءات الاحترازيه، ولكن ده شيء بيسعدنا جدا لما يجي لي من اسيوط، من البحيره، من كفر الشيخ، من اسكندريه، فعندنا تنوع شديد جدا. طب بالمعيار الاولاني الحمد لله حققنا انجازات، بالمعيار الآخر اللي هو ما نصبوا إليه أو بنحلم بيه كأهل المتحف كما أطلق على زملائي العاملين معايا، لا إحنا لسه عندنا أحلام كتير. إحنا هدفنا مش مجرد المتحف، إحنا هدفنا نبقى منارة ثقافية للمصريين، نبقى مجال للتنزه المختلف عن إن أنا أروح مركز تجاري أو أروح نادي، لا، بنديهم جرعة من التنزه وجرعة من الثقافة وجرعة من التراث. بنعمل أنشطة ثقافية مختلفة، مثل إيه مثلاً؟ زي بنعمل أنشطة كلها مرتبطة بالحضارة، سواء كانت موسيقية جي عندنا عازفين عزفوا، سواء كانت خاصة بالأطفال زي ما قلنا مسرح للطفل، سواء كانت خاصة بالمحاضرات التثقيفية، سواء كانت خاصة بحتى أفلام تسجيلية بتعرض نوع من الحرفة زي حرفة الخزف وجبنا المخرج والبطلة، أو أيضا بنعمل حاجات خاصة وهنبدأ فيها بمونولوجات قديمة بنحيي بها التراث، أو بمعارض فنية، وكان عندنا معرض الورد أرت فورم كانوا عندنا وعمل برضه، بنحاول نربط كل ما هو يربط الثقافة والفن والتراث والحضارة بهذا المكان. فبالتالي بتبقى جرعة مختلفة، بيشوفوا فيها آثار، بيشوفوا فيها حضارة، بيربطوا الماضي بالحاضر بالمستقبل اللي احنا بنحاول نروج له من استخدام تكنولوجيا كبير عندنا. طيب مثلا بالنسبة للأجانب اللي موجودين، هل في مثلا سماعات فيها ترجمة مصاحبة للتجول في المكان؟ الموضوع السماعات زي ما بنشوف في المتاحف بره ما نقدرش ان احنا نطبقه في هذا المتحف او اي متحف في مصر، لانه مرتبط بالقانون اللي بينظم مهنة المرشد السياحي. لأن لو جبت السماعة يبقى ده أنا سأؤثر على ما يقوم به من وظيفته، ولكن عندنا السماعات اللي بتصاحب المرشد، بمعنى المرشد لما بيتكلم ومعاه فوق كبير يقدر أن السياح أو المجموعة الزائرين اللي معاه يسمعوه عشان الصوت يبقى واضح بالنسبة لهم في ظل الزحمة اللي موجودة، ودي خدمة متاحة يعني أبناء من ذوي القدرات الخاصة. هل في دول بننظم لهم رحلات مخصوصة، وهم ودار الأيتام، احنا هنا بنعتني بقدر الإمكان أولا عندنا زي كتالوج بطريقة برايل لفاقدي البصر. جميل. ذوي الإعاقة بيبقى ليهم بنوضب لهم زيارة مخصوصة بيقوم بيها حد من المتحف بيشرح لهم. وبنحاول ان احنا نخلي الزيارة متاحة ليهم، ويمكن احنا فكرنا، كنت لسه بتناقش مع وده هننفذه خلاص مع زملائي،
ان يبقى في حد من ذوي الهمم متاح للشرح للناس. يعني هو يقوم بمهمة المرشد، فبنحاول ان احنا ندمجهم معانا بمختلف الطرق اللي احنا جميل. المسرحيه يوم ما عملناها خصصنا عرض للصم والبكم، وبالتالي كان في حد بيشرح بلغه الاشاره لهذه المجموعه ليستمتعوا بالليله الكبيره او برحله الزمن الجميله. دكتور احمد غنيم، احنا النهارده في القاعه الرئيسيه للقاعه المركزيه او القاعه المركزيه، فيها كم قطعه؟ فيها 1600 قطعه. 1600 قطعة، وهناك المكان القبو الذي به المومياوات. ما هو قادم إيه؟ قادم عندنا إن شاء الله حاجتين، واحدة في الأجل القصير جداً وهتبقى مفاجأة، إن في قاعة العرض المؤقت سيتم افتتاحها قريباً، واللي هينتقل فيها متحف النسيج إن شاء الله. متحف النسيج ده كان بالأزهر. كان بالأزهر طب. وتم انتقاله لعندنا. لماذا يعني؟ لماذا لا يبقى في الأزهر يعني؟ لأن واحد المكان هناك غير مؤهل قوي، اتنين إن عندنا المكان اللي يقدر يحافظ عليه، لأن إحنا هنا لما بنتكلم على متحف مش بس عرض، في طرق حفظ الآثار وإن إحنا ناخد بالنا منها، فالمكان هناك بالتكنولوجيا الموجودة وبوضع المبنى كانت محتاجة إلى تحسين، وبالتالي ارتأت الوزارة إن يتم نقله عندنا هنا لترميم المكان هناك وتظبيطه ليكون جاهز دي. فهيتنقل اتنقل عندنا هنا بالفعل جميع القطع، وسيتم افتتاح القاعة إن شاء الله قريبا بإذن الله. وعندنا أيضا ما يسمى بقاعة العاصمة، ودي قاعة حضرتك الزائر بيطلع فيها حوالي 22 دور بيرى كل القاهرة من فوق. طب احنا هنعمل فيها ايه؟ ده احنا في إطار التفاوض الآن، ان اللي احنا بنشوفه انه هي متحف بدون اثار باستخدام التكنولوجيا، باستخدام جميع وسائل التكنولوجيا المتاحه، ان نعمل فيها كونتنت وهولوجرام وفيرتشوال تورز و ولكن الكونتنت نفسه المحتوى نفسه ما زلنا في دراسته مع توفير التمويل اللازم، لانها تبقى كلها شاشات وكلها اشياء تكنولوجيه. فده إن شاء الله إحنا بصدد العمل عليه الآن وتوفير التمويل اللازم والمحتوى اللازم إن شاء الله. الموجود حالياً في هذه القاعة في أثار فرعونية، و إحنا عندنا أثار من كل العصور. عندنا العصر أقدم الروماني، هيكل عظمي أيوة. 35 يرجع ل 35 ألف سنة، والأدوات التي كان يستخدمها في ذلك العصر. ثم بنتقل للعصر الفرعوني بأسر مختلفة، ثم الإغريقي والروماني، ثم القبطي، ثم الإسلامي، ثم الحديث والمعاصر، بالإضافة إلى قطع من التراث لبعض فنانينا اللي موجودين معانا، مش بس آثار يعني تراث أيضا من يعني العصور التي مرت بالزبط. بها مصر. والمخازن عندنا تحتوي على أكثر من 50,000 قطعة. هو ده سؤالي الحقيقة، يعني ما هو معروض بالنسبة لما هو مخزون أو مخزن؟ قليل. قليل جدا. معنى كده ان هيبقى في قاعات اخرى يتم افتتاحها. في قاعات اخرى، بس خلينا نقول ان جزء. حضرتك قلت 50,000 قطعة في المخازن. خلينا نقول ان جزء من نجاح هذا المكان هو طريقة العرض وليس حجم العرض. بمعنى ان في متاحف كتيره موجوده في العالم او في مصر قد تكون فيها قطع كثيره للعرض، ولكنها غير معروضه بالشكل اللي احنا هنا بنخلي الانسان الزائر يعيش حكايه، يعيش ترابط ما بين ما يطلق عليه الفترينات. كل فترينه ليها قصه، وقد يكون في ربط ما بين الفترينه في عصر ما وعصر اخر. فبنحاول نخلي الزياره ممتعه، فيها قصة، مش مجرد تجديس للآثار اللي موجودة. ده نمرة واحد. طب يعني كيف تتكون هذه القصة؟ هل هي مكتوبة على الأثر أم أنه المرشد بيقولها أم إيه؟ بكل الوسائل موجود كل في مجموعة من اللوح الإرشادية على كل قطعة أو فترينة بتشرح. مستخدمين في بعض الفترينات أفلام بتوضح
زي العجلة الحربية، زي هيكل العظمي اللي يعود ل 35,000 سنة، بتوضح القصة وراها أو كيفية عمل العجلة الحربية، بحيث إن يبقى في قصة وراها. في مثلا البترينة بتاعة الأمومة أو الطهي، بتوري ازاي وسائل الطهي كانت ازاي. البوب كيكس اللي احنا فاكرينها حاجه حديثه، دي موجوده من ايام العصر الفرعوني. او الفيترينه بتاعه اقدم عضو لطرف صناعي في التاريخ، كانت لاميره فقدت صباع رجليها من قدمها. بالظبط. فالاجهزه التعويضيه ومعاه اجهزه التشريح اللي كانت ففي قصه وراها. حتى لو انا معيش مرشد اقدر ابتدي اربط. برضو جزء من الحته اللي بنركز عليها الربط ما بين الاسلامي والمسيحي، القبطي والاسلامي، وتداخل العصور، ودي بنحاول نعملها. يعني بيتمثل في ايه هذا الربط؟ في بعض النقوش القبطيه لما دخل العصر الاسلامي بعدها، فالعصر الاسلامي نفسه اخذ من الروح القبطية، وده ظاهر في بعض الـ 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 الأشياء اللي معروضة عندنا اللي كانت بتتحط على الحيطان وفي حاجات تانية موجودة عندنا. فده بيشعر بيه الزائر حتى اللي هو مش متعمق، ولكن بيراها، بيحسها، بيشوفها، بيقراها. فبجميع الوسائل عندنا الشاشات التوضيحية، التكنولوجية اللي بتوضح للناس بطريقة مختلفة. ففي طرق مختلفة بتخلي الزائر على مستوى الفئة العمرية والفئة الاجتماعية ان هو يقدر يشوف هذا الكلام كلهم بطريقته. انا الحقيقة شايفة يعني اخناتون. اخناتون ده جميل جدا الحقيقة. وهذا الكلام اللي هو بيناشد فيه ربنا سبحانه وتعالى، يعني دايما ده اول اله للتوحيد. صحيح. يعني بيؤكد فعلا انه يعني الفكرة السائدة أحيانا وهي مغلوطة إنه الفراعنة دول كانوا كفار وكانوا لا يعرفوا الله، أو المسائل هنا يعني جميلة جدا جدا مكتوبة بشكل هايل. يعني هو الحقيقة دي حاجة أنا برضو ما كنتش عارفها. ودائما حينما يتحدث معايا الدكتور خالد العناني يقول لي كثير من الطقوس والعادات التي نمارسها في حياتنا الآن، زي السبوع، زي حاجات كتيرة قوي، بترجع بالأساس لأشياء كانت بتمارس في العصور القديمة وخاصة الفرعونية. فمنها قصة التوحيد كعقيدة دينية وجدت في عصرهم. فالتشابه والعادات الكثيرة اللي احنا بنتبعها الآن يرجع أصلها لعصرنا، عصر الفرعوني في ذلك الوقت. طيب نواصل لقائنا مع حضرتك بعد هذا الفاصل. يا دي النيلة، ما حطوش مكسرات على الرز بلبن، يعني أودي. كان من الطبيعي إن منطقة الفسطاط اللي اجتمعت عندها كل حضارات مصر تكون هي الموطن الأخير اللي انتقلت إليه مومياوات 22 ملكة وملك من ملوك مصر القديمة في احتفال عالمي وموكب مهيب كان في استقباله الرئيس السيسي تقديراً واحتراماً لحضارة مصر ولملوكها العظام. موكب رائع اختلطت فيه عظمة الماضي بعبقرية الحاضر، وعادت إيزيس ترتل مرة أخرى ترنيمتها بموسيقى وأصوات مصرية. دكتور أحمد غنيم، يعني محتويات هذا المتحف، يعني لو سألت حضرتك إيه أثمن قطعة موجودة في رأيك؟ السؤال ده أنا بتسأله من كثير من الناس.
لو انا بشكل شخصي هقول لحضرتك ان الفيترينا اللي خاصة بالموسيقى بالآلات الموسيقية دي مقربة إلى قلبي. الفيترينا اللي خاصة بالطب والفيترينا اللي خاصة بالساعات اللي كانت تستخدم دول من أكثر الحاجات المقربة إلى قلبي. لكن بالنسبة للزائر يتوقف الأمر على حسب هو شغفه بإيه. لو شغفه بالحضارة الإسلامية فعندنا كسوة الكعبة والمحمل، آخر كسوة كعبة والمحمل. ده كان سنة كام؟ ده في آخر عهد عبد الناصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لو شغفوا بالآثار القبطية فعندنا كثير من الآثار القبطية اللي بيرى فيها الروعة والفن في ذلك الوقت. حتى لو وده جزء أساسي بنحاول نقوله برضو في رسالة إن في بعض الآثار اليهودية عندنا مما يدل إن مصر كانت محتضنة كل الديانات، ودي رسالة بنحاول إن احنا نقولها من خلال العرض. أما لو كان شغفه بالآثار الفرعونية فزي ما حضرتك قلتي دائما المحبب إلى قلب الزائرين أخناتون. أيوة. والتصوير بجانبه لأنه له دلالة والحركة اللي بتتعمل وأكثر من حاجة كلمات نفسها بالضبط. والهيكل العظمي برضو بيلقى قبول عالي لأن هو مش أقدم هيكل عظمي في التاريخ، في واحد 55,000 سنة بس حالته لا تسمح بالعرض، اللي هنا 35,000 سنة. فإن الواحد يقف قدام حاجة وأدوات اللي كان بيستخدمها الإنسان المصري في ذلك الوقت بتسبب لهم نوع من الانبهار إن إحنا كان في هذا التفكير. وكمان العرض قدامها بتاع الكهف وإزاي كانت الناس عايشة في ذلك الوقت. طب قاعة المومياوات، قاعة المومياوات جزء أساسي وركن أساسي من جذب لهذا المتحف. وكثير من الناس بتقول لي طب ما المومياوات كانت موجودة قبل كده في المتحف المصري بالتحرير، إيه الجديد؟ زي ما ذكرت لحضرتك أسلوب عرضه، إشعار الزائر إني نازل في مقبرة في وادي الملوك، الضلمة اللي موجودة تحت، الديكور، اللون الأسود، حتى في بعض الأماكن في المومياوات إحنا حاطين النقوش بتاعت اللي كانت موجودة في القبو في ذلك الوقت، متعلقاتهم اللي كانت موجودة معاهم، القصص اللي وراء، يعني في الملك سقن رع على سبيل المثال احنا حاطين زي إشاعة بتوضح الخبطة جت في مين. لأنه هو مات وهو بيدافع عن مصر أمام الهكسوس. فبنحاول تبقى جرعة تعليمية تنويرية كافية بنفسها، لأن حتى الشرح ممنوع تحت، حاطين لوحات بتشرح كل هذا، واستخدام الكيو آر كود برضو التكنولوجيا حاطين الكيو آر كود بره للناس اللي عايزة تقرأ عليه بره القاعة. المومياء الشهيرة للملكة تي على سبيل ملكة تي تحديد، ملكة تي تحديدا جذبت الناس بعد الافتتاح لأن كذا سبب. أولا هل هي والدة توت عنخ آمون ولا لا، او يمكن الدكتور زاهي حواس في كتابه الاخير اكد ذلك من ناحيه تاريخيه. الناحيه الثانيه شعرها اللي لغايه دلوقتي محتفظ برونقه وبجماله. ما حضرتك بتعرفي ده عنها، بتعرفي انها كانت على قدر كبير من الجمال فالقصه اللي وراها. بس كل ملك موجود تحت او ملكه ليهم قصه برضو على حسب انا عايز اسمع البطوله اللي كانت موجوده. يبقى اكيد مش الملكه تي، يبقى بتكلم على سقن راع اللي ضحى بحياته واخد البلطه وفي وشه وكلام. لو بتكلم على الجدل السائر موجود في مصر يبقى بتكلم على رمسيس الثاني، وهل هو فرعون مصر؟ يعني كل ملك له قصه. هو طبعا لا مش فرعون مصر على الاطلاق، يعني زي ما سمعنا ان دي دعايات يهوديه، يعني دعايات اسرائيليه بمعنى اصح. ما هو زي ما بقول لحضرتك كل ملك له قصه وراها. في ملك موجود بالقوس اللي كان بيحارب بيه وكان وجد معاه في المقبره لانه كان محبب الى قلبه. فكل ملك له قصه، فكل شخص بيجي في ذهنه ملك معين هو مرتبط بيه من هو طفل، من قرايته للتاريخ، من ان هو في لغز عايز يعرفه. فبيبقى في قصه حب
مرتبطة قبل ما بينزل القاعة ويشوفها. أما بيشوفها بيحس بعظمة وإن هو واقف جنب ملك لم يكن يحلم إن هو يقف جنبه في يوم من الأيام. هي طبعاً في نوع من الرهبة الشديدة جداً في مكان المومياوات. هل الأطفال بيوصلوا لغاية هناك؟ يعني هل يسمح للأطفال بمشاهدتها؟ هقول لحضرتك على حاجة. لوائح المتحف لا تمنع دخول الأطفال. في أولياء أمور بشوفهم بيبقوا مبسوطين إن هم واخدين ولادهم وولادهم عايزين يشوفوهم، عايزين يشوفوا الماميز المومياوات اللي طول عمرها بيشوفوها في الأفلام وخلافه. وفي أطفال آخرين بيبقوا خايفين فما بيحبوش ينزلوا. ما أقدرش أمنع سن معين لأن ده هيسبب لي أيضا نوع آخر من المشاكل. طب أنا هسيب ولادي فين لو أنت مانعها؟ إحنا بنتركها لحرية الزائر ورغبته. حب بينزل بيهم بينزل بيهم. ما يهمنا حفظ النظام والصوت تحت. دائما عندنا الأمن بيقوم بدوره، مفيش صوت عالي، مفيش تصوير برجاء السرعة، يعني في كم من الإجراءات بنتبعه حتى نضمن إن الزيارة للزائر اللي معه أطفال أو اللي معهوش أطفال تتم بشكل لائق. طيب دكتور أحمد غنيم، يعني كما نشاهد أحياناً برا في كثير من الأماكن اللي فيها متاحف أثرية واوا بيبقى في نوع من الجولات للسائحين لا تقتصر فقط على زيارة المتحف لكن على المنطقة المجاورة. يعني هل مثلاً ممكن نتخيل إن في أوتوبيسات مثلاً بتنقل زواركم إلى كنيسة أبو سرجة وهي قريبة جداً، كنيسة المعلقة، معبد بن عزرة اليهودي، جامع عمرو بن العاص، كل دول موجودين في هذا المكان، هل في هذا الربط أو الترابط بينكم؟ الحقيقة ده بيبقى تابع لبرنامج شركات السياحة. يعني ده أمر لا يتدخل فيه المتحف وإدارته على الإطلاق. لأن شركات السياحة هي اللي بتبقى محددة مدة الإقامة في القاهرة وأماكن الزيارة، ويجب إختار وزارة الداخلية قبلها للتأمين. فإحنا كمتحف ما نقدرش ندخل، لكن ما أتحناه وفتحناه للزيارة ولكن بتصريح هو مراكز الترميم اللي عندنا. وده يمكن شيء أول متحف يعمله في مصر، إن الزائر ممكن بس ما هياش بتذكرة عادية، بتصريح من قبل إدارة المتحف وبدفع رسوم، إن هو يزور مركز الترميم. إيه مركز الترميم ده؟ الآثار اللي حضرتك شايفاها كلها هنا قبل ما بتطلع هنا بتتعرض لمجموعة أكن عيان، لازم أضمن إن ما فيهاش بكتيريا، لازم أطمن على جودتها ومتانتها، لازم أطمن لو فيها حتة كسرت يتم ترميمها. ده كله بيتم عندنا على أعلى مستوى في مراكز الترميم. على فكرة دي معلومة جميلة جداً إن يبقى فيه موجود عندكم مركز للترميم. في مركز للأبحاث مثلاً؟ وعندنا مركز للأبحاث. يمكن تاني أنا أذكر إن أنا أقول إن هذا المكان فيه أجهزة مش موجودة غير في متحفي اللوفر في باريس وأبو ظبي. خاصة بإيه هذه الأجهزة؟ خاصة في عندنا جهاز اسمه جهاز الأنوكسيا، وأجهزة خاصة بالدي إن إيه، كشف عن الدي إن إيه. والأنوكسيا ده بيعقم الأثر من كل حاجة بدون استخدام أي نوع من المواد الكيميائية اللي ممكن تأثر عليه. فعندنا أجهزة متطورة جدا، ومراكز الترميم دي أنا بقرا إن هي بتجمع ما بين العلم والحب والموهبة. يعني اللي بيشتغلوا في هذا المكان مش بس عنده علم، لا ده لازم يبقى عنده شغف، وإن هو ممكن إزاز متكسر إزاي بيرجعه تاني زي ما كان، وفي موهبة عالية جدا إن هو يجي يحط صورة الأثر قدامه وصبر كمان وصبر. فعندنا مراكز ترميم متخصصة، واحد خاص بالأخشاب، واحد خاص بالنسيج، وبيكتشفوا جزء من التاريخ منها. يعني في بعض الحاجات الخاصة بالنسيج كانوا بيرمموها، اكتشفوا إن هي أصلها يرجع لملك آخر وليس الملك فاروق، ده في ملك قبله كان هو وهو حط. ففي قصص تاريخية بتظهر حتى من مراكز الترميم. يعني مع تعاقب الحضارات اللي مرت على مصر ومع طبعا كل هذه النماذج الممثلة لحضارات مختلفة، لما نيجي نسأل نقول من نحن كمصريين؟ هقول لحضرتك على حاجة.
أما حضرتك بدأتي كلام حضرتك بموكب المنيوات وما أثر فيه من المصريين، أعتقد أن كان كل المصريين فخورين جداً بمصر ومصريتهم في ذلك اليوم وامتد لغاية. صحيح. بس جزء من الفخر والاعتزاز ما بيرجعش، طب ما طول عن العمر عندنا آثار، لكن أنا في اعتقادي ورأيي المتواضع إن شعور المصري إن مش أصحاب ماضي بس، إحنا ممكن نبقى أصحاب حاضر ومستقبل. وده برضو تاني قبل التسجيل لما حضرتك كنت بتكلمي معايا وقلتي لي مفيش غلطة حصلت في هذا اليوم وفي الموقف. صحيح. الإبهار البصري، الإبهار التكنولوجي، الإبهار الموسيقي، كل ده خلى المصري يشعر إن أنا صاحب حضارة و7000 سنة وكما نقول دائما، لكن لأول مرة أشعر إن أنا عارف أحتفل بهذه الحضارة بشكل لائق وأنا قادر على مدها وأنا اللي امتدادها في الحاضر والمستقبل. فأما حاجة بتقولي من نحن؟ أيوه. إحنا الماضي، وبدأنا الحمد لله نشعر وده سواء بعزيمة أو بفخر. أيوة. إن المصري قادر على إن هو يحقق مستقبل باهر سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية، سواء العربية أو الإفريقية أو الساحة الدولية. وهنا أنا مش هتكلم على مستوى الدولة، أنا بتكلم على شعور المواطن. أيوة. المصري إن أصبح عنده فخر وزهو إن إحنا قادرين. وكثير من حاجة بتشوفي على وسائل التواصل الاجتماعي، ده مش لندن ولا باريس. أيوة. ده القاهرة، ده تطوير سواء منطقة وسط البلد أو الكباري والتواصل ما بين المدن المختلفة، المشاريع القومية. في حاجة خلت المصري يشعر بقد إيه أنا فخور بالقديم، بس أنا كمان قادر على صنع هذا في المستقبل. يعني نرجو يعني أن ينصرف ذلك وأن ينطبع على كتبنا المدرسية الخاصة بالتحديد في التاريخ، لأنه هي الحقيقة تحتاج إلى إعادة رؤية. يعني العظمة اللي احنا بنشوفها هنا وفي مثلا المتحف الكبير القادم و هذا غير يعني موجود على الإطلاق في الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخ على سبيل التحديد. يعني قطعا التلامذة اللي بيجوا هنا يعني بيشعروا بشيء جديد، بيشعروا بشيء جديد وكمان في تطبيق لما يدرسوه. يعني أنا كنت بذاكر لابني الصغير الأسطرلاب وهو جهاز خاص بالفلك. وبعدين قلت له ما أنت شفته عندي في المتحف. فده بيثبت المعلومة. وده الشيء اللي كويس عندنا. يمكن ده بياخد وقت تحديث المناهج، ولكن احنا هنا بنعتبر بنطبق ما يدرسوه في المناهج المختلفة. يعني ما فيش حد فينا ما عرفش الملكة حتشبسوت بيشوفها، فبيبتدي المعلومة تثبت عنه، إخناتون زي ما حضرتك قلتي. فكثير من الأمور بتثبت المعلومة بشكل واقعي الحمد لله. وده بقى بيتطلب طبعا تعاون مع المدارس في المستقبل إن شاء الله. طب ماذا عن التعاون مع المتحف الكبير بعد افتتاحه؟ المتحف الكبير هيبقى مختلف حجماً، هو أكبر من أي متحف موجود يمكن على مستوى العالم. الحاجة الأساسية اللي عنده مبهرة جداً طبعاً غير الإنشاء والحجم وحجم كمية الآثار اللي موجودة فيه، هي مجموعة توت عنخ آمون كاملة. ودي مبهرة جداً. وطريقة عرضها تبقى مبهرة جداً. ويبقى المتحف الكبير مركز على الحقبة الفرعونية. وبالتالي من ناحية البوزيشنينج أو المكان بتاع كل متحف مختلف. نحن نتميز أن عندنا الحضارات المختلفة اللي مرت على مصر، الحضارة في العصور المختلفة والمومياوات الملكية. بالإضافة أن احنا بنعمل مجهود عشان نبقى زي ما قلنا المنارة الثقافية اللي بتحتضن المصريين والأجانب. المنارة البحثية في مجال الترميم والآثار. المتحف الكبير طبعا
حجمه اكبر مننا، ولكن تركيزه على الحقبه الفرعونيه اذا ما قارنا من الناحيه الفنيه المتحفين ببعض. طب هذا المتحف ما هو مقدر له يعني افتتاحه بعد زمن هنا؟ إيه؟ في مجموعه من القاعات الاخرى غير ان احنا اتكلمنا عليها، قاعه النسيج ومتحف العاصمه، ولكن هل هيتم افتتاحهم او لا؟ ده امر يرتبط بكثير من الامور الماليه والفنيه، لان القاعه مكلفه جدا، قد بتظهر للزائر العادي ان هي مجرد فيترينات، الفيترينات دي مكلفه جدا، ولكن في اضاءه، في المومياوات مثلا بتحتاج قدر معين وكمبريسر للنيتروجين عشان نحافظ عليهم، فالامر مكلف جدا. فهل احنا دي رؤيه، هل احنا عايزين ان يبقى عندي قاعات كتيره والزائر ما يقدرش يزورها، ولا يبقى عندي يزور جزء من الاثار ويستمتع بقدر الاخر، سواء بورش العمل او بما سنقوم بافتتاحه من مطاعم وبازارات تبيع الاشياء المختلفه للحرف المصريه. فالرؤيه لغايه دلوقتي في ظل القيود الماليه اللي احنا فيها كدوله وكمتحف، ما اعتقدش ان في اكثر من القاعتين اللي قلت لحضرتك عليهم، لكن قد تختلف الرؤيه في المستقبل ان شاء الله. طب ماذا عن البحيره الجميله اللي تم يعني اعاده تاهيلها؟ البحيره سيتم المفروض افتتاحها في الاجل القريب، وستكون مجال للتنزه، هيبقى فيها مجموعه من المطاعم والقهاوي والمحلات اللي بتناسب هذا المكان. المشغل اللي بيقوم بيها برضو هيكون هو المشغل اللي قايم عندنا، فهيربط ما بين دور المتحف يعني هل والبحيرة. هل تكون مثلا هتاخد شكل أثري مثلا؟ لا، مراكب يبقى شكلها فرعوني شوية؟ مش بالضرورة هيبقى فيه مراكب، لكن الروح احنا ما يهمنا ان ما يقدم من أنشطة داخل المتحف حتى من قبل المشغل اللي هو قطاع خاص تكون متناسبة مع احنا عندنا سينما هنا، بس ما سيعرض في السينما لازم يكون متناسب، مش هنعرض افلام تجاريه او خلافه، يكون متناسب مع الحفاظ على هويه المتحف. البحيره مش هتكون بنفس اقدر اقول السيطره على القيد الحضاري اللي احنا ملتزمين بيه، كود الحضاري والثقافي، ولكن برضو مش ممكن هتخرج في اطار مختلف عن الحفاظ على الهوية، على المنطقة اللي احنا فيها وقدسياتها، وألا وهي أول عاصمة إسلامية لمصر. طب دكتور أحمد غنيم، يعني قطعا من جاء إلى هذه المنطقة من قبل ثم جاء الآن بيجد أنه وجود هذا المتحف في هذا المكان الحقيقة يعني أعطى وجه مختلف تماما، أجمل وأكثر نظافة وأكثر تنسيقا للمنطقة بكاملها. هل يعني هناك استغلال بقى يعني اقتصاديا للي عايشين فيها، ان احنا نشركهم في هذا الجمال، نشركهم في المنفعه الاقتصاديه، في الكسب المالي، يعني يبقوا جزء محيط بالمكان ومستفيدين منه مش مجرد متفرجين؟ اولا حضرتك زي ما حضرتك شفتي التطوير اللي حصل ممتد، يعني في الكوبري اللي جنبنا، في الطرق تم، والعملية ممتدة لسه، يعني شكل العمارات حتى المحيطة بالمكان بقت جميلة، بقت يعني. التواصل المجتمعي اللي نقدر عليه كمتحف هو من يعمل في مجال الحضارة أو الثقافة، لكن المجالات الأخرى بعيدة عننا، يعني ما أقدرش أتعامل مع حد عنده مطعم أو عنده صيدلية، أو ده الأمر ده صعب شوية إحنا كمتحف، لكن التواصل المجتمعي سواء كان حرفته كده أو ما نقدمه لأهالي المنطقة من سواء كانت مدارس أو دار أيتام أو أطفال بشكل عام، ده بنحاول إن احنا نقدمه ونشركهم معانا دايما فيما نقوم به من أنشطة. غير كده يعني محلات مثلا، محلات مطاعم موجودة، مطاعم تحت مثلا، بس يعني أنا عايز أقول إنه بنحافظ على هويتنا. لا يعني أنا بتكلم على إنه لابد أن يشعر سكان المنطقة بفائدة وبحرص على هذا المكان. كيف يعني يتم ذلك؟ أحد الوسائل هي أنهم يعني حتى ماديا يبقوا أفضل. المحلات اللي عندنا المفروض أن المشغل هو اللي بيقوم بتأجيرها، وهي متاحة لكل الناس،
بس الفكرة الأساسية إن إحنا عندنا قيد دائماً إن ما يفتح ما يتم افتتاحه من محلات يكون متناسب مع طبيعة المحل. يعني نحن لا نرغب على سبيل المثال مع احترامنا لمختلف الأنشطة إن نشاط خاص بمثلاً تليفونات المحمول يبقى عندي، ده مش غرضي، مش تصليح موبايلات. نرغب دائماً في ربطه بالثقافة أو بالفن. فده القيد اللي عندنا اللي بنحاول بيه نحافظ، مش عايزين نقلب مركز تجاري عادي، عايزين نقلب مركز تجاري مرتبط بهوية الحضارة أو الثقافة أو الفن المصري، وبالتالي بيبقى عندنا تدقيق في النشاط اللي هيقدمه هذا المحل أو البازار كما نطلق عليه لضمان الحفاظ على طبيعة المكان. طيب سؤال أخير، يعني من أنجز هذا المكان الحقيقة يعني يستحق الشكر من أجمل ما يمكن، لكن قطعا هناك أحلام ما زالت في ذهنك له، إيه هي؟ هقول لحاجة على حاجة. على المستوى الشخصي وعلى جميع الفئات المصرية بأرى إن الأهالي عندهم دايما مشكلة، نروح فين في عطلة نهاية الأسبوع؟ نروح فين في يوم أجازة؟ وحاجة من الاثنين عندهم، يا إما بيروحوا نادي أو مركز شباب ويقعد ساعتين ثلاثة ويزهق، يا إما بيروح مركز تجاري زي ما بنشوف مش للشراء، مجرد للفرجة واللف. فكرتنا الأساسية إن إحنا ننشئ مكان يقدر العائلة المصرية فيه مختلف طوائفها مختلف الأعمار اللي فيها يستمتعوا بيومهم الكامل مع إعطائهم الوجبة اللي إحنا عايزين نرتقي بيها، سواء كانت حضارية ثقافية أثرية، حتى في طبيعة نوع الأكل، مش عايزة أبقى جانك فود و حاجة مرتبطة بالمصرية بتاعتنا. صحيح. وده اللي احنا ده حلمنا الأساسي، ان احنا نحول هذا المكان للمصري. أما للأجانب فيبقى دائما المومياوات هي مركز الجذب لدينا، لكن المصريين احنا مش بس عايزين نبقى المتحف والزيارة التقليدية للمتحف، ولكن عايزين نبقى منطقة قضاء يوم شامل يستمتعوا فيه بكل مناحيه من ثقافة وحضارة وتنزه في نفس اليوم. راضي عن نسبة الإقبال عنه؟ الحمد لله في ظل الكوفيد وفي ظل إن إحنا ما فتحناش حاجات تانية راضيين تماماً. لما الأسبوع الماضي في عطلة نهاية الأسبوع يصل عدد الزائرين رقم قياسي إلى 12,000، أعتقد أن الحمد لله ده شكر من ربنا، وأحب أني أوجه الشكر لأهل المتحف أن هم فعلاً بيتعاملوا مع هذا المكان كبيتهم يمكن الأول مش التاني، وبيضحوا كتير قوي عشان المكان ده يظهر، وعمرهم ما بيتأخروا عن حاجة عشان المكان ده يظل دائماً في رفعة دائماً. وإحنا كمان بنقدم لحضرتك الشكر والتقدير، لأنه إحنا شفنا يعني إنجاز مصري جميل جداً جداً ومحافظ عليه وبيتطور يوم بعد يوم. شكراً دكتور أحمد. شكراً لحضرتك يا فندم. شكراً.